ولكم خالص التحية من الزميل عادل المصباحي. سيداتي سادتي أوفياء أثير إذاعة طنجة، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منتدى الحوار. سعداء أعزائنا المسلمين بتجديد اللقية معكم في هذه الحلقة من برنامجكم منتدى الحوار، لنثير بمعية الضيوف الكرام موضوعا آخر من القضايا الوطنية ذات الاهتمام والأهمية. أعزائنا المسلمين، في حلقة اليوم سوف نتحدث عن التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وسؤال مستقبل الجامعة. هذا الموضوع الذي نثيره على هامش احتضان مدينة طنجة لمؤتمر دولي حول التعليم الإلكتروني وجامعة الغد، والذي سوف تستقطب فيه ثلة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في موضوع التعليم عن بعد لمساءلة التجارب وملاقحة ومثقفة الأفكار في منظومة تعليمية فرضتها جائحة كورونا اضطرارا وسرعت بوتيرتها، لكن وضعتها أمام تساؤلات وإشكالات حقيقية. سؤالات اعتبار التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ضرورة حتمية ينبغي أن ينخرط فيها المجتمع المغربي والمنظومة التعليمية المغربية بكل قوة، على اعتبار التطور الرقمي والتكنولوجي الذي يسير بسرعة جنونية اليوم، كذلك ما يقتضيه كذلك من مصاحبة وملائمة السياسات العمومية الخاصة بالتعليم بالمغرب والتعليم الجامعي على الخصوص، من أجل النظر في الثغرات والنواقص ونقاط الخلل التي سجلتها التجربة المغربية خلال جائحة كورونا. فما هي خصائص التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد؟ ما هي خصائص التجربة المغربية في هذا الصدد؟ ما هي النواقص التي شابت هذه التجربة؟ ما هي شروط الإقلاع وتطوير هذه التجربة؟ كيف يمكننا أن ننجح في تجربة الدخول إلى معترك التقنية والتطور في بكل المجالات خاصة التعليم الإلكتروني؟ ما هي التحديات المطروحة اليوم؟ ما هي الفرص التي يمكن استثمارها من أجل تطوير التجربة المغربية في التعليم عن بعد؟ أسئلة كثيرة أعزائي المستمعين سوف نحاول أن نطرحها على الأساتذة الكرام ضيوفي في هذه الحلقة، كل من الدكتور عمر الخرقي رئيس مؤتمر التعليم عن بعد وجامعة الغد المنظم بمدينة طنجة، الدكتور إدريس لويز الأستاذ الجامعي بجامعة بني طفيل بالقنيطرة والأستاذ المتخصص في التعليم عن بعد، الأستاذ الدكتور محمد أشن الأستاذ الباحث في علوم التربية واللغات والتواصل بجامعة عبد الملك السعدي، وكذلك الدكتور عثمان العلوي الأستاذ الجامعي المتخصص في نظم معلومات الجغرافية بجامعة عبد الملك السعدي. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وسعداء بتجديد اللقية معكم عبر أثير إذاعة طنجة والإذاعة الوطنية في هذا اللقاء، والذي كما ذكرنا أعزائنا المستمعين سوف نتحدث فيه عن موضوع شائك واستراتيجي لبلادنا وهو التعليم عن بعد. وكما ذكرت أعزائي المستمعين، المناسبة شرط احتضان جامعة عبد الملك السعدي ومدينة طنجة لمؤتمر دولي هو الأول من نوعه حول التعليم الإلكتروني وجامعة الغد. ومعي عبر الهاتف الأستاذ الدكتور عمر الخرقي الأستاذ الجامعي ورئيس هذا المؤتمر الدولي الذي نرحب به معنا عبر أثير إذاعة طنجة والإذاعة الوطنية. الدكتور عمر الخرقي أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك سعيد، وكنشكرك جزيلا وكنشكر إذاعة طنجة اللي تحت لنا هذه الفرصة باش نتواصلوا معكم، وخصوصا برنامجكم الخيم والمحبوب عند الجماهير المغربية. شكرا جزيلا دكتور عمر الخرقي. ودكتور، أكيد أن التعليم عن بعد اقترح نفسه كآلية من آليات التعلم خاصة مع جائحة كورونا، واليوم
أنتم ترسخون وتنظمون هذا المؤتمر الدولي حول التعليم عن بعد على اعتباره حتمية مستقبلية أكيد ينبغي للمغرب أن ينخرط فيها. فقبل أن نتحدث عن خصوصيات التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني وطبيعة جامعة المستقبل وجامعة الغد، نريد في البداية الدكتور عمر الخرقي أن تضعنا في الإطار العام لتنظيم هذا المؤتمر الدولي الأول بمدينة طنجة حول التعليم الإلكتروني وجامعة الغد، والأهمية التي يحظى بها تناول هذا الموضوع لا سيما على المستوى الدولي قبل المستوى الوطني. الدكتور عمر الخرقي. شكرا سي خليد على هذا السؤال، وقبل ما نبدا الاجابه اولا اتوجه بالشكر الجزيل لرئيس جامعه ابن الجامعه عبد الملك السعدي والسيد عميد كليه العلوم والتقنيات والسيد رئيس اتحاد الجامعات المتوسطيه. السياق العام إذا سمحت لي سيدة خليل ندخل السؤال البيت القصيد. دونك السياق العام حول تنظيم المؤتمر الدولي حول التعليم الإلكتروني وجامعة الغد، هو خصوصا هذا المؤتمر ينظم بعد الجائحة وبعد التجربة التي خدناها أثناء الجائحة، ويركز خصوصا هذا المؤتمر على الإجابة على بعض الأسئلة. هل نجحنا في رهان التدريس عن بعد في مرحلة الحجر؟ صحيح. والسؤال الثاني، ما هي الاختلالات التي لوحظت وكيف يمكن معالجتها؟ كما يحاول المؤتمر أن يجيب على السؤال الثالث، كيف يمكن إنجاح الانتقال الرقمي بعد الجائحة؟ والسؤال الرابع، ما هي أنماط الاشتغال؟ وهناك آخر سؤال وهو السؤال الخامس الذي نطرح الإجابة عليه في هذا المؤتمر الدولي، ما هي تحديات الاستخدام الفعال لتقنيات التدريس في جامعة الغد؟ فمؤتمر الدولي حول التعليم عن بعد يعتبر أرضية خصبة لمناقشة بين الباحثين والأساتذة الجامعيين حول التعليم عن بعد والتقنيات الابتكار في ميدان التدريس. نعم. تفضل سيدي يا أخي. نعم، شكرا جزيلا دكتور عمر الخرقي، لأن فعلا قد وضعت لنا خارطة البرنامج كذلك لنطرح نفس الأسئلة المفترضة التي قدمت يعني في المؤتمر محاور نقاش وجلسات علمية. فنريد قبل أن نطرح السؤال، هل نجحنا نحن في تجربتنا المغربية في التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني كما فرضته علينا جائحة كورونا؟ ولكن قبل ذلك نريد أن تضعنا كذلك في معطيات أوفر بخصوص هذا المؤتمر الدولي، يعني الكفاءات العلمية التي حضرت مثلا هذا المؤتمر، البلدان المشاركة، المواقع الجامعية والبحثية التي تشارك في مؤتمر مدينة طنجة حول التعليم عن بعد وجامعة الغد. نعم سيدي خليل، هناك كفاءات عالية وكبيرة تشارك معنا في المؤتمر، تشارك معنا في المحاضرات وفي المواعيد المستديرة وفي الورشات وفي ورشات التكوين. ومن بين هذه الكفاءات يوجد على رأسها الأستاذ خليد برادة اللي هو متخصص جدا في هذا الميدان، والأستاذ لويز دريس الذي ينتمي إلى جامعة القنيطرة، جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، والأستاذ سعيد البشري الذي ينتمي إلى جامعة القاضي عياد، والأستاذ الغازي عبد اللطيف الذي ينتمي إلى الجامعة الدولية للرباط. نعم. بالنسبة لهذا بالنسبة سمحتي لي بالنسبة للكفاءات. بالنسبة للبرنامج المؤتمر يحتوي على شقين. شق
علمي وشق تكويني. فمثلا اليوم الاثنين واليوم الثلاثاء، يعني هذا اليوم خصص يومين خصص للشق العلمي، وغدا الاربعاء والخميس سيخصص للشق التكوين في ميدان التعليم عن بعد. يعني سيتكون جميع الباحثين والاساتذه في بعض الادوات التعليم عن بعد كالبلاتفورم موديل و كيفية إنتاج QCM عبر برنامج السايتبي، وكيفية إنتاج أسئلة عبر المنصة موديل. نعم، إذن المؤتمر يسير ويشتغل بمنهجيتين أو على جناحين. خليد نزيد واحد الإضافة، مع قلت لي المتدخلين، عندنا الناس متدخلين من جورجيا، اسمح لي على المقاطعة سي خليد. لا ما كي مشكلة، تفضل. ناس متدخلين من جورجيا، من تونس، من الكاميرون، من الصين، وأساتذة كثر من الولايات المتحدة الأمريكية ومن فرنسا، وبالطبع هناك مغاربة. نعم، تبارك الله عليكم أستاذ دكتور عمر الخرقي. أكيد المؤتمر هو مناسبة علمية وبحثية، يعني أكيد هناك تبادل التجارب، تلاقح الأفكار بخصوص موضوع استراتيجي. ما هي الرهانات أو المخرجات التي تراهنون عليها الدكتور عمر الخرقي من هذا المؤتمر في نسخته الأولى؟ الرهانات التي نود أو المخرجات هو التعريف بهذا التكوين. لأن بكل صراحة سيدي خليد، أنا متخصص في هذا الميدان ومعتمد من طرف الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، لا يوف، وكالة الجامعية الفرنكوفونية منذ 2004، وقمنا بعدة تكوينات قبل الجائحة عن بعد. والآن عندي منصة تقريبا من منذ سنة 2015، عندي منصة تكون العالم كله. فمثلا الآن أنا أتكلم معك، فمنصتي هي www.refugeomatic.ca تكون العالم كله في ميدان الاستشعار عن بعد وأنظمة المعلومات الجغرافية. الآن الناس يدرسون، وخانا وتابعوا معك البرنامج، فهم يدرسون، لأن من 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 أركان التكوين عن بعد هناك الشات، وهناك الفوروم. جميل. إذن دكتور عمر الخرقي، هذه التجربة التي قدتها يعني منذ بداية تعميم 2004، يعني قبل الجائحة ومع بداية يعني ظهور الإنترنت في العالم العربي وبداية التمرس عليه، وأنت تشتغل في هذا المجال، هل يمكن القول أن هذه المبادرة التي تقودها اليوم واليوم وصلت إلى هذا يعني الانتشار العالمي وهذا يعني المنح العالمي الذي وصلت إليه، هل يمكن القول على أنها مبادرة شخصية لم تساعدها سياسات عمومية؟ وممكن أن تكون في المغرب مثلا مبادرات أخرى شخصية لأساتذة جامعيين آخرين، بمعنى آخر أن منظومة التعليم عن بعد في المغرب ما زالت تعتمد على المبادرات الشخصية للأساتذة الباحثين دون الوصول إلى فعلا سياسة عمومية توجه هذه المنظومة. سيدي خليد، سأجيبك بكل صراحة، ليست مبادرة شخصية. سأعطيك السياق. في 2004 نظمت جامعة، لأنه أنا كنت أستاذ سابق بجامعة ابن زور، نظمت جامعة ابن زور في 2004 أول مناظرة دولية حول التعليم عن بعد في 2004، ومنذ 2004 وجامعة ابن زهر إلى الآن، رغم أنني التحقت بكلية العلوم والتقنية في 2016، إلى الآن ننفشتي في الأساتذة الجامعيين وتكونهم. ولا أنكر
لأنه هو بدعم كبير من جامعة ابن زور تكونت أنا أيضا وحصلت على دبلوم سبيسياليست إيلورنين، يعني متخصص في الإيلورنين، وهو دبلوم سويسري، دبلوم سويس يعني سويسري. وكانت الجامعة هي اللي أعطتنا الدعم وكونت. لأن فعلا دكتور عمر، نعم دكتور عمر، يعني فعلا تفاجئني بهذه المعلومة وهذه المعطيات. عندها أوراق تثبت أستاذي الكريم، عندها أوراق تثبت بأن الجامعة كونتني أول يوم دخلت إليها، والله شهيد، إلى أول يوم دخلت إلى الجامعة كونتني، وعندي وثائق تثبت هذا. نعم جميل. بعد كان كانت مبادرات شخصية وقت ما كانش تكوين. هل معنى هذا الأستاذ عمر الخلقي على أن المنظومة التعليمية المغربية انتبهت مبكرا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم عن بعد؟ نعم انتبه المغرب مبكرا، لأنه مع وجود الانترنت ما لم يبقى الفارق بيننا وبين الأوروبيين والأمريكيين كثيرا، الانترنت قلص، إلا أنه شيء من فوائد جائحة كورونا، لا ننكر أن جائحة كورونا لها فوائد كثيرة، فجائحة كورونا عجلت وربحنا كثيرا من هذه الجائحة. فمثلا ربحنا، وبكل صدق ربحنا أكثر من 20 سنة جميل في هذا الميدان. لأنه كيف ربحنا؟ لأنه أنتجنا موارد رقمية كثيرة وهائلة جدا في جائحة كورونا، رغم أنه بعض الأساتذة كان بعض الأساتذة مكونين جدا، وكانوا بعض الأساتذة يلا بدأوا التجربة، ولكن ربحنا كثيرا. والكل يعرف بأنه وزارة التربية الوطنية عندها تلميذ تيس، عندها المنصة اللي كتسمى تلميذ تيس، وكانوا يبث دائما تبث الدروس عبر الإذاعة وعبر التلفزة، وخصصت وجميع الإذاعات ماشي جميع الإذاعات، ولكن أكثر الإذاعات الريادية الثقافية الأمازيغية، كل الإذاعات خصصت للتدريس عن بعد. وأنا بكل صراحة كنت أتابعها يوميا، نعم والله شهيد، كنت أتابعه يوميا مع وما بين الحوايج اللي درت، هو درت أنسيت ويب، درت فيها جميع الكور اللي كانوا يتبتوا عبر الإذاعة الوطنية، وبقى لحد نعم. الآن شاهدة الخدمة اللي درت، وكان نعم. القيدهم المجلسي بخير، ما فيليسيتي على الترافاي اللي درت وبارتاجيناه مع جميع نعم. المغاربة. نعم سمحتي لي الثاني من السؤال أستاذي. نعم. باش نجاوب باش ما ننساش. كنت أريد أن أقول أن الجامعة المغربية انتبهت مبكرا. على المستوى نعم. في 2003 نعم. كانت عندنا إنتويسيون بأنه سيحصل شيئا ما. نعم. وكنت كنقول للزوجة تاعي أنا أحس بأن شيئا ما سيقع. نعم دكتور عمر أكيد أن الجامعة شجعت كثير من المبادرات وقامت نعم. بمجموعة من المجهودات بخصوص تكوين العديد من الأساتذة نعم لكن المنظومة أو السياسة التعليمية بالمغرب أكيد لما تنتبه إلى تطور معين أو استراتيجية معين في كثير من الأحيان ما نلجأ إلى مناظرات وطنية، إلى لقاءات وطنية تأسيسية لفعل معين أو لاستراتيجية معينة. هل هذا الأمر حصل مع التعليم العام؟ اسمح لي أستاذ خالد باش نوثق لك الكلام اللي كتقول، لأن جامعة ابن زور نظمت مناظرة دولية في سنة 2004، وجامعة القاضي عياد نظمت مناظرة دولية في 2003، واستمرت الأمور هكذا. سمحني على المقاطعة سيدي. لا ما كنتش مشكل، لأن نريد أن نقف مع هذه المحطات الأساسية نعم. التي أسست للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالمغرب. نعم دونك نعطيك بالضبط، 2003 كانت مناظرة في مراكش، 2004 كانت مناظرة كبيرة جدا حضر خبراء، وكنت أنا من الحاضرين في ذلك الحدث، كان حدثا كبيرا
وتم بثه عبر جميع الإذاعات، بأن جامعة ابن زور تنظم مؤتمرا دوليا كبيرا حول التعليم، ومن بعد تبعت عدة مبادرات في جميع الجامعات. نعم. لأنه ما وقع كان بعض الأساتذة الذين عبروا عن إرادة كبيرة واستفادوا من التكوينات، وكان بعض وهنا أريد أن أطرح التساؤل، ما هي النواقص التي شابت تجربة التعليم الإلكتروني بالمغرب أو التعليم عن بعد؟ ومن كنتكلموا إحنا على الأقل على المستوى المفهومي، التعليم عن بعد وكأنه جانب فقط من جوانب التعليم الإلكتروني الذي يمكن أن يكون أعم وأشمل، فما هي النواقص التي يعني شابت هذه التجربة المغربية التي تطورت كما ذكرتم من 2003 و2004، لكن جائحة كورونا كانت هي الاختبار الأساسي والمحك الأساسي لاختبار تجربة التعليم عن بعد التعليم الإلكتروني بالمغرب؟ صحيح، جائحة كورونا كانت اختبار، ولكن في جائحة كورونا الأساتذة الذين كونوا أنفسهم بدعم من الدولة وبدعم من أنفسهم لم يجدوا أي مشكل. والله شهيد احنا ما وجدنا حتى مشكل، وممكن تشوفوا الطلبة تاعنا تاع لا فيليرسيون انفورماسيون تقريبا كنخرجوا طلبة لتقريبا نسبة اشتغالهم 100%، وهذا أمور أتحمل فيها المسؤولية، نسبة الاشتغال مهندسين جوان فورماسيون 100%. كاين الأساتذة اللي كانوا مكونين عندهم تكوين من قبل ما لقاوش مشكل. المشكل فين كان أستاذ؟ بأنه كاين بعض الأساتذة اللي ما كانش عندهم تكوين، ماشي بأن الدولة احنا نقول علينا وش علينا، ماشي بأن الدولة ما كوناتهمش وما رفضوا بشي باش تكونوا، ربما لعدة اعتبارات. دونك ملي وقعت الامور كاين الاساتذه اللي مساكن ما كانش عندهم تكوين، دونك لجأوا الى 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 الواتساب الى الى امور سهله وبسيطه. لكن الاساتذه الذين كان عندهم تكوين كانوا يقومون بالتعليم عن بعد بكل التعليم عن بعد في صورته الحقيقيه، التعليم الإلكتروني في صورته الحقيقية. هل معنى هذا على أن الفاعلين في المجال ديال التعليم عن بعد كانت هناك سرعتين، سرعة الأساتذة المكونين والذي يخذوا مجموعة من الدورة التكوينية في هذا المجال كانوا يمشوا بواحد السرعة اللي هي فائقة تتزامن والتطورات التي فرضتها جائحة كورونا والتطور التقني والتكنولوجي السريع اليوم، وهناك سرعة أقل من أساتذة اعتادوا الطريقة التقليدية في التعامل مع الدرس والتعامل مع الطلبة. وهذا بديهي، من أنتج من الموارد الرقمية لتلميذتيس؟ من أنتجها؟ منصة تحتوي على موارد كبيرة جدا، من أنتجها؟ من أنتج ما يوجد في يونيفرسيتي جامعة الافتراضية المغربية؟ من أنتج هذه الموارد؟ وهناك إنتاجات هائلة جدا، ويجب أن نسطر على ما يلي. الجائحة ربحنا، ما وصلنا إليه اليوم لو لم تأتي جائحة كورونا لن نصل إليه إلى 2040 أو 2050، ولكن ما وصلنا إليه الآن وأؤكده بأنه ربحنا على الأقل 20 سنة. نعم. لأنه كل الأساتذة انكبوا، نعم، متكونين أو غير متكونين انكبوا على إنتاج موارد رقمية. نعم. لما كانش متكون تعلم، وعلى بأنه 60 أوبليغاسيون وتكون وكون راسه، واللي كان متكون راه زاد ومشى بعيد. جميل جدا. نعم. اذا استاذ عمر الخرقي، نعم نعم تفضل. اي استاذ يوم كيف ما كان تخصصه لا بد من ان يمتلك اليات التكوين عن بعد. صح. داكور. وساذهب انا بعيدا. فحضرت لمحاضرة تقول بأن في 2000 وفي عام 2026 ولا 28 يمكن تعويض بعض الأساتذة، ليس كلهم، تعويض بعض الأساتذة ب روبو.
وهذا سوف يحلنا للحديث فيما بعد عن يعني الفرص الممكنة لتطوير التعليم الإلكتروني، التعليم عن بعد باستغلال الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والتكنولوجي المتقدم. لكن دائما في هذه النقطة الأستاذ الفاضل سي عمر الخرقي، التجربة المغربية أكيد أعطت الكثير خلال الجائحة والخزانة لنقول التعليمية الموجودة على الإنترنت وفي مختلف المواقع ويعني والمنصات هي مواد تعليمية غنية وكبيرة جدا. لكن في المقابل يقول البعض على أنها هذه المواد هي مواد جامدة والدرس نعم إذا سمحت لي والدرس يعني البيداغوجي يقتضي نوعا من التفاعلية، من التعامل مع الطالب كمتلقي متفاعل، يطرح الأسئلة، يتجاوب الأستاذ كذلك مع أسئلة الطلبة وكأنهم حاضرين معه في الدرس. فبعض المنصات لم تفعل هذه الخاصية، فهل هذا جزء من النواقص التي ينبغي الاشتغال عليها مجددا دكتور عمر؟ نعم سيدي الفاضل، وباش نكونوا نعطيو معطيات دقيقة جدا، المنصات اللي كتذكر اللي تتذكر عليها هي منصة موضل. منصة موضل هي منصة متخصصة جدا في التعليم، في التعليم الإلكتروني، وتحترم أركان التعليم الإلكتروني. وأركان التعليم الإلكتروني هما الشات، يعني الأستاذ يمكن يكتب أونطون في أونطون ريال ويتواصل أونطون ريال مع 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 الطلبة، والفوروم ولوكور اللي سيناريزي، يعني لوكور هو ماشي على شكل بي دي اف ومحطوط، يعني لوكور يعني هو اللي سيناريزي كيتوجد في الكور ديال كي سي ام 45 دقيقة كتوجد فيها فيديو وفي 15 دقيقة في أقل من 10 دقائق، وتتوجد فيه أن كيسيم سي لفالياسيون وكتوجد فيه ديز إكزيرسيس إكسترا، دونك يعني مسائل وباوربوينت، المسائل اللي ما يقدرش الطالب منها، ماشي كتحط لي أن بي دي إف وتقول لي راه كنديروا لا فورماسيون ديستون. دونك هي منصة متخصصة جدا، وشيء جميل فيها هو أنك ممكن أن تتبع وأن تحصل على معطيات دقيقة حول كل متعلم، فهي تقوم بإعطائك بإحصائيات وتقول لك يوميا، يمكن نوريك شيء في لابواتي ميتاي، يوميا نتوصل بأن التلميذ بأن الطالب الفلاني لم يكمل الدرس أو عنده رطع في الدرس الفلاني وبين الطالب الفلاني. هل تساعد هذه التقنيات الإلكترونية والتكنولوجية المتطورة في عملية متابعة الطالب المتلقي ومد الأستاذ بمجموعة من المؤشرات كما تذكر التي يمكن أن تعطيه صورة حول يعني قدرة الطالب، تفاعله مع الدرس، استجابته للمفاهيم والمكتسبات التي يقدمها الأستاذ في الدرس، إلى غير ذلك من المؤشرات؟ نعم، ولكي نتكلم في الواقع، فمنصة موضل هي منصة ما كاينش غير موضل، كاين موضل، كاين جانشا، كاين بزاف المنصات، ولكن حنا ملي جات الجائحة جميع أعطت الوزارة تعليمات لرؤساء الجامعات على تفعيل منصة موضل، وفعلا فعلت. ومنصة موضل تحتوي على مؤشرات يمكن أن تعرف عدد الطلبة الذين لاحظوا واحد الفيديو حطوا تما، عدد الطلبة اللي داروا الاكسيرسيس، وكل طالب شحال جاب في ان كي سي ام، الطلبة اللي ما كيدخلوش شكون اللي دخل، الطالب دخل 3 ايام، الطالب 10 ايام ما دخلش، الطالب 15 يوم ما دخلش. دونك جايك معطيات ما يمكنش ليك تعرفها ها عن طريق التعليم الحضوري، معطيات دقيقة جدا. نعم أستاذي الفاضل. نعم، شكرا جزيلا دكتور عمر الخرقي على هذه الإضاءات.
الأساسية حول مفهوم التعليم عن بعد، التعليم الإلكتروني، وكذلك ملامح من التجربة المغربية التي أكيدا نحن نفتخر بها ونبتهر بها، لأنها ذكرت لنا أنها بدأت منذ 2003-2004 وهي تستعد لمثل هذه الحالات الاستثنائية التي تعيشها البشرية كحالة جائحة كورونا، ونتمنى الله سبحانه وتعالى ألا تعود إلينا. ولكن تطوير التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني استراتيجية أساسية ومستقبلية ينبغي تطويرها من أجل تعزيز الكفاءة والتمدرس والتعلم لدى طلبتنا في حالات لا أقول دائما أن تكون هي غير طبيعية، ولكن يمكن استثمارها حتى في الحالات الاعتيادية. ودعني أرحب بالأستاذ الدكتور دريس لويز، الأستاذ الجامعي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وهو متخصص في موضوع التعليم عن بعد. مرحبا بك دكتور دريس. مرحبا أستاذ، مرحبا، أهلا وسهلا، على الدعوة. مرحبا بك دكتور دريس. دكتور دريس، اليوم الحديث عن التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني ربما تمت إثارته في السياق المغربي وربما حتى في السياق الدولي باعتباره حلا في ظرفية استثنائية، في ظرفية أزمة. هل اليوم نثبت ونكرس أن موضوع التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ليس هو حالة أزمة وحالة استثنائية في وضعية غير طبيعية، إنما يمكن أن يكرس في الحالات العادية والطبيعية كخيارات أو كأحد الخيارات للتعليم، ليس فقط في الجامعة وإنما في مستويات التعليم كلها، بل في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي. شكرا أستاذ على السؤال. في الحقيقة التعليم عن بعد هو حسب النظر ديالي أنا ما جاش، يعني ما كان السبب ديالو هي جائحة كورونا. أنا شخصيا وعلى حسب تجربة المتواضعة ديالي كأستاذ مثلا، كأستاذ أنا كنت كنستعمل هذه الوسائل التكنولوجيا الحديثة تقريبا من 2005، يعني هذا الشيء بديناه قبل، كاين اللي بدا قبل 2005، غير الان ملي جات الجائحه عاد تقريبا معظم الناس، او انما اقول وجل الناس، عاد عرفوا الاهميه ديال الوسائل التكنولوجية الحديثه. وبطبيعه الحال لانها كانت ضروريه، كانت مساله ملحة، وكانت مسألة ضرورية أن الكل غادي يلتجئ إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة. دونك نقدر نقولوا حنايا كما تنقولوا النقطة التي أفادت لك هي جائحة كورونا، لأن ما كانش عندنا أو رجال التعليم ما كانش عندهم اختيار آخر من غير هذه التكنولوجيات الحديثة، ولهذا الكل اضطر انه اذا كان عندنا دخول اضطراري الى هذه المرحله. طبيعه الحال الدخول اضطراري للاشاره، الاشاره هو كاين واحد، هناك ثلاث انواع من الاساتذه او من رجال التعليم. احنا دابا كنتكلموا على التعليم وكاين ثلاثه اصناف. الصنف الاول كاين ما يسمى بالاساتذه او المدرسون الذين يرفضون التغيير، يعني يفضلون الاشتغال بالوسائل التقليديه. وكاين الصنف الثاني، هو كان واحد الصنف ديال المترددون، كاين واحد الاساتذه يترددون في استعمال وسائل الاتصال وهذا. الوغ هذا المتردد، وكاين تيقول لك بون هذاك المترددون تيقول لك انا ودي يكفيني الطباشير والسبوره، نعم، وانا الدرس ديالي راه في الراس ديالي وغندخل القسم وغادي نلقي الدرس ديالي. وتيقول بون لا دخلت في هذا الشيء ديال وسائل التكنولوجيات غادي ندخل في مشاكل وغندخل في صعوبات وما الى اخره، اللهم اني افضل هذاك الشيء اللي انا كنعرف نديره. نعم. وكاين بطبيعه الحال واحد الصنف الاخير وهو ما يسمى بالاساتذه المجددون. وكاين واحد الفئه مهمه ديال الاساتذه المجددون الذين يعني استقبلوا هذه التكنولوجيات الحديثه واحد استقبال كبير. وبطبيعه الحال
استغلوها. تبقى السؤال ولكن ما مدى استغلال هذه التكنولوجيا الجديدة الأستاذ دريس؟ لأننا فعلا كانت هناك مبادرات للأساتذة الذين ذكرتهم بالأساتذة المجددين الذين اشتغلوا على منصات تقنية وتكنولوجية متخصصة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، لكن وهذا ربما إذا أفتحوا واحد القوس على أن هؤلاء الأساتذة المجددين كانوا يعني يشتغلون في بعض الكليات العلمية أو التقنية على الأخص، لكن إذا ما لاحظنا مثلا بعض الأساتذة الذين يدرسون في بعض الكليات، كلية الأدب والعلوم الإنسانية مثلا، أو بعض الكليات ديال العلوم القانونية والاقتصادية، قدموا دروسا لنقول جامدة بمعنى ستاتيك، فيها عرض للدرس بالطريقة التقليدية كما فلونفي مثلا، ولكن فقط هو يعني موجود في شبكة الإنترنت على إحدى المنصات التواصلية، ليس هناك تواصل مع الطلبة، ليس هناك تفاعل معهم، ليس هناك تقويم مباشر وآني، ليس هناك نوع من الشرط المحادثة مع الطلبة. يعني هذه العناصر التي هي من أساسيات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد لم تكن حاضرة في كثير من الدروس التي زخرت بها المواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت. صحيح، الملاحظة ديالك وجيهة جدا. انا باش نجاوب على هذا السؤال بكل صراحه، انا غادي نرجع للمداخله اللي درت في اطار هذا المؤتمر الاول ديال التعليم عن بعد وجامعه الغد. المداخله ديالي اللي قدمتها كانت كدور على ما يسمى باللغه الفرنسيه، حيت انا درت مداخلتي باللغه الفرنسيه كتهضر على لو بون يوزاج دي تكنولوجي. نعم، يعني الاستعمال الجيد للتكنولوجيا. الاستعمال الجيد للتكنولوجيا، وهذا هو مربط الفرس كما يقال. شنو هو استعمال الجيد للتكنولوجيا؟ حيت راه كاين يوزاج، حيت من تنقولوا كاين بون يوزاج يعني راه كاين لو موفي يوزاج. هذا هو المشكل. يعني بعباره اخرى، هناك اساتذه الذين يحسنون استغلال وتوظيف تكنولوجيا الحديثة، وهناك آخرون طبيعة الحال ربما ما عندهمش تكوين كافي، ما عندهمش إمكانيات، ما عندهمش قدرات باش يوظفوها أحسن توظيف. والملاحظة اللي قلتي راها ملاحظة واجهة صحيحة. طبيعة الحال كندخلوا للمنصات الرقمية كتلقى فيها كما قلتي محتوى جامد. بعبارة أخرى، كاين مثلا ان بي دي اف محطوط ولا ان فيشي محطوط وهذا، وما تيكونش التفاعل. هذا الشيء اللي قلتي راه صحيح. نعم. ولكن بالموازاه مع هذا الشيء كاين ايضا اساتذه واخرون يعني كاين كتلقى عنده مثلا منصه رقميه فيها كل ما تتصور، كل ما تتخيل، وفيها ما يسمى بالتفاعل، فيها بالفرنسية كنهضروا على الانتراكسيون اي لانتراكتيفيتي، يعني الانتراكسيون ما بين الطلبة، ما بين مثلا كاين في لي فوروم الطلبة كيديروا التفاعل بيناتهم، وكاين الانتراكتيفيتي. شنو هي هاد الانتراكتيفيتي؟ وهو هذاك التفاعل اللي كيكون ما بين الطالب والمحتوى اللي محطوط اللي موضوع في هذا. كيفاش كيجي هذا؟ كيجي بطبيعة الحال هذوك التمارين التفاعلية أو ما يسمى بليزيكسيرسيس. ويمكن يعني ضرب واحد المثال بسيط جدا، هو أننا نشري واحد الهاتف ذكي بمواصفات عالية وبتطبيقات متعددة ومثالية وبأغلى الأثمنة، ولكن حنايا كنستعملوه فقط للمكالمة. أنت جاوبتي على السؤال بواحد الطريقة ذكية جدا، وهذا هو الواقع. هذا هو الواقع. كاين كما قلتي عنده هاتف ذات ثمن كبير وما كيستغلوش، يعني ما كيوظفوش الوظيفة ديالو كاملة،
وهنا فين كاين المشكل. ونفس الشيء دابا حنا في الحاسوب راه فيه مثلا بزاف ديال المنافع، ولكن حنا كنستغلوا غير واحد النسبه ضئيله جدا مثلا في الحاسوب او في الطابلات او في السمارت فون. شخصيا انا كنتكلم معك كاستاذ مثلا اللغه الفرنسيه داخل الفصل ديالي مثلا، كنطلب من الطلبه كاملين نقول لهم اودي مثلا غادي ناخذوا واحد 10 دقائق او ربع ساعه، غادي تاخذوا كلكم لي سمارت فون ديالكم فوزالي فو كونيكتي، غادي نتكونيكتاو اي ابري، وكنديروا مثلا دي زيكزيرسيس انتراكتيف ويعني وكيشوفوا الاهميه، يعني كنبين لهم طريقه او باخرى الاهميه ديال هاد وسائل التكنولوجيا الحديثه، انها ممكن انها تساعدهم، ممكن تسهل عليهم مجموعة من المسائل، ممكن أنه تفيدهم إلا إذا استعملوها واحد الاستعمال الحسن، وهو اللي هضرت عليه قبيلة. ما يسمى بلو بون يوزاج او الاستعمال الجيد ديال هاد وسائل. دكتور إدريس، نعلم على أن الجيل الجديد ليس فقط من المغاربة، ولكن الجيل الجديد من البشرية ربما هو جيل متقن للتكنولوجيا، يعني يتفاعل مع التكنولوجيا بشكل سريع وبقدرة عجيبة وهائلة. فبالتالي مسألة التلقي غير مطروحة بالنسبة للشباب، خاصة في مستويات معينة من السن ديالهم. لكن الإشكال سوف يطرح بالنسبة للأساتذة الذين ذكرت أنهم مستويات وفئات، وعلى المستوى العملية التدريسية والتعليمية هناك إشكال مرتبط بسؤال التقويم. هل تجبت أو منظومة التعليم عن بعد على افتراض أنها تقام على منصات تكنولوجية فيها العديد من التطبيقات والعديد من الإتاحات الممكنة، قادرة على أن تقوم لنا الطلبة بشكل جيد وأن تساعدنا في تقييم كفاءات والقيام بتنقيط مثلا خبرات ومعارف ومكتسبات الطالب؟ استاذ، هاد السؤال انا متفق معك، غير واحد الاشاره بغيت نشير لها، وهو ما يسمى بالنيميريك، كل ما هو رقمي. هاد النيميريك هو في الحقيقه واحد الفرصه تحت لينا، يعني لا ثمن لها، يعني شي حاجه غاليه نفيسه. هاد النيميريك لا استطعنا نستغلوه يعني بواحد النسبة ولو 50%، راه غادي نوصلوا لواحد النتائج باهرة. هضرتي تكلمتي على التقويم مثلا، على ليفالواسيون. تصور معي ان لو نيميريك كيتيح لينا فرص كثيرة جدا باش نديروا تقييم لي كونيسونس ولا لي زاكي ديال هاد ديال الطلبة عن طريق ما يسمى بالتطبيقات الرقمية. أنا شخصيا كأستاذ تحت لي فرصة أنني نستعمل جي اكسبيريمونتي هاد لي زابليكاسيون وعطات نتائج مهمة جدا. دونك السؤال فين كاين؟ السؤال في واش الأستاذ عارف هاد التطبيقات، واش عارف أنه واش ولا أستاذ كان عارفه، واش عارف كيفاش يستعملها وفي الوقت اللي استعملها وفي المكان اللي استعملها. يعني هذا هو السؤال المطروح. التطبيقات كاينين موجودين. نعطيك مثلا بعض لي زيكزامبل اللي هما معروفين اللي الاساتذه يمكن له يستافدوا منها، بحال مثلا لا بغينا نديروا التقويم التشخيصي او ما يسمى بليفالواسيون دياغنوستيك، يمكننا نستعملوا واحد لابليكاسيون سميتها مونتيميتر، الي غراتويت مجانا. الاستاذ يمكن له يستافد، لان هذا الشيء اللي كيدخل في التربيه غالبا تيكون مجانا. كاين مثلا تقويم ما يسمى بليفالواسيون فورماتيف، كاين مثلا واحد التطبيق رقمي سميتو كاوت، يعني سهل الاستعمال ومجاني. كاين مثلا التقويم مثلا ما يسمى بليفالواسيون سوماتيف، هاد ليفالواسيون سوماتيف ديال اخر سنه يمكن لك تستعمل فيها. كاين واحد التطبيق سميتو سوكراتيف،
حتى هي تطبيق رائع ومجاني وأعطى نتائج تبارك الله كبيرة. إذن السؤال شنو هو؟ سؤال واش الأساتذة واش المدرسين عارفين بأن كاين لونيميريك هاد توفر لنا كيعطينا فرصة سانحة باش يمكننا نوظفوه في طبيعة الحال العملية التعليمية. نعم. نعم. إذا نخلصوا إلى النقطة المرتبطة، ما هي الأولويات لنقول أو التوجهات التي ينبغي أن تستهدف الأستاذ الجامعي من أجل أن يواكب هذا التطور وأن يعي بكل هذه الإتاحات التي ذكرتها والتي تفتحها يعني منظومة التعليم عن بعد التعليم الإلكتروني؟ هل الأمر، عفوا نكمل هذا السؤال، هل الأمر مرتبط بسياسة عمومية أم هي مرتبطة بإرادة شخصية للأستاذ أم هي مرتبطة ببرمجة للجامعة؟ ألو، أنا يمكن لي نقول لك أستاذ جوج الحوايج. الحاجة الأولى سيكو مع هاد السي ديال التعليم عن بعد أو هاد لو نوميريك هاد كل ما هو رقمي، كاين جوج الحوايج. الحاجة الأولى كاين واحد الفيلسوف قريت له مؤخرا كندي شنو قال، ودي افون من قبل حنا كنا كنجريو ورا المعلومه، دابا المعلومه ولات كتجري ورانا، يعني نعم. المعلومه الي بارتو، هذا نعم. واحد نعم. الوغ فيما يتعلق بـ 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 بالاساتذه بهاد السياسه ديال التربيه والتكوين وهاد التعليم الرقمي وهذا، كاينه واحد المساله كما سبق لي أن أشرت في البداية، قلت ودي راه كاين ما يسمى أساتذة الذين يرفضون التجديد، وكاين أساتذة اللي هما الذين يترددون، يعني عندهم واحد ليزيتاسيون، وكاين الأساتذة المجددين. دونك نخليو حنا المجددين لأن رحنا ربحناهم. نعم. كيبقى لينا بطبيعة الحال وهو أن تحسيس، عملية التحسيس أول حاجة، لأن كما تنقولوا بالفرنسية الفو آلي دوسما. يفو ألي دوسما، حيت ملي كيكون عندك مثلا ملي كتبغي دير التغيير راه كاين اللي كيقبل التغيير وكاين اللي كيرفض التغيير، وهذاك التغيير ما خصوش يكون عنيف، ما خصوش يكون فيولون، يعني يفو ألي دوسما. كيفاش غادي نمشيو دوسما؟ غنمشيو بلوط، غنمشيو غنقولوا دي فوالا راه كاينه النوميريك، كاينه التعليم عن بعد، راه يعني كنديروا بعمليه تحسيسيه وتوعويه، تقول ودي راه عطى نتائج وكتوري كتوضح تو ديمونتر للناس، تقول لهم فوالا لي بيان في لي زافونتاج الامتيازات ديال هذا التعليم عن هذا. هذه وحده. مساله اخرى ثانيه كما قلت قبيله في هذيك لا سيتاسيون، ان لانفورماسيون كور ابري نو، هي كتجي ولات كتجري ورانا. بعباره اخرى اننا حنا لا ما يعني ما طورناش نفسنا، انا كنهضر دابا على لوطو فورماسيون التكوين الذاتي. ما خصنيش انني نتسنى ان من الوزاره او لا من شي واحد اخر يقول لي اجي تكون، حيت انا لما حيت دابا كلشي ولا متوفر، كلشي ولا وهذا واقع. دابا مثلا لا بغيتي غير اي حاجه طاحت لك في البال بغيتي تعرفها كتمشي للانترنت بو سيزي سي لو مو، كتكتب الكلمه كيعطيك دي فيديو، كيعطيك دروس، كيعطيك يعني بعباره اخرى راه كاينه امكانيه اننا نتعلم، ولكن تكون هذه الإرادة وتكون هذه القابلية. دعني أفتح معك واحد القوس، ولو أن هذه ملاحظة لن تعجب الكثير من الأساتذة الجامعيين. هل التعليم عن بعد فاح بين قوسين كثير من الأساتذة الجامعيين على اعتبار أن المادة كما قلت والمعلومة متوفرة، وبين على أن الدرس الذي يقدم ينبغي الاجتهاد فيه أكثر؟ وهذا ما كنت أقوله، وهو أن يعني رانا أعطيتك هذه كلاسيطاسيون في الأول، فاش قلت لك ودي الأستاذ ما بقاش يعني أفون كنقولوا لونسينيون إيتي لو ديتونتور دو سافوار، هو اللي كان يملك المعلومة، دابا ما بقاش كيملكها، يعني المعلومة ولات بارتو. بعبارة أخرى حنا أساتذة لا ما استطعناش نواكبوا ونسيروا العصر بوسائل التكنولوجيا الحديثه، اون سوري ديباسي، اون سوري سي نورمال، لان راه تكلمنا على واحد القضيه، الجيل الحديث الجيل الراهن هو جيل يسمى بما يسمى بلي ديجيتال ناتيف، يعني ناس زادوا وسط
وسائل فوالا. دونك اذا بغيتي ولا كرهتي خصك تواكب وتصاير باش باش ما 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 الناس مش مثلا طالبه ديالك ما يعني ما يفوتوش بوركي لو فوتي باس با بوركي. وهذه مساله واضحه دونك يفو اكتواليزي لو سافوار ديالك لانفورماسيون ديالك يفو اكتواليزي لاتر ديالك يعني دير نعم هذا على مستوى الشخصي ولكن على مستوى يعني برمجة جامعية تقودها الجامعة المغربية على مستوى كل موقع هل هناك من إرادة في هذا الاتجاه؟ طبيعة الحال أنا شخصيا مثلا لجيت نتكلم على الجامعة اللي كنتمي لها طبيعة الحال نقدر نقول لك عندنا كل شيء متوفر الحمد لله يعني لشهادة أقولها وربما كثير من الجامعات استثمرت في تقنيات وأجهزة إلكترونية متطورة بطبيعة الحال عندنا مثلا استوديوهات ديال التصوير يعني كاين الأستاذ اللي بغي يصور الدرس ديالو بتقنيات حديثة جدا يعني لا كونيكسيون انترنت متوفرة يعني اللي سمارت فون يعني كاينين يعني كل شيء كاين خص تبقى مسألة واحدة وهي لا فولونتي دو شانجي et d'accepter le changement بعبارة أخرى أن تتقبل التغيير لكن عندك هذه الإرادة لتقبل التغيير رأى الإنسان يمكن له يمشي بعيد بدون شك نعم شكرا جزيلا دكتور إدريس لويز الأستاذ الجامعي بجامعة بني طفيل بالقنيطرة والمتخصص بالتعليم عن بعد على هذه الإضاءات وهذه الإتاحات التي قدمتها لنا بخصوص التعليم عن بعد التعليم الإلكتروني أكيد محتاجون إلى الكثير من الجهد وكثير من المثابرة والإرادة من أجل أن نتطور في عالم فعلا يتطور بشكل سريع جدا شكرا جزيلا لك دكتور إدريس شكرا لك شكرا على الدعوة شكرا جزيلا دكتور إدريس وسوف نمر أعزائي المستمعين بعد قليل وبعد لحظات إلى الأستاذين الكريمين أستاذ الباحثين كل من الدكتور محمد أوشن والدكتور عثمان العدوي لنواصل معهما الحديث والحوار حول الإشكالات المرتبطة ب سؤال تكافؤ الفرص لأنه مطروح جدا في منظومة التعليم عن بعد خاصة ما يرتبط بإشكالات المتلقي والمستفيد اللي هو الحلقة المستهدفة من هذه العملية ككل ثم عندنا واحد سؤال آخر مرتبط بالأخلاقيات أخلاقيات التعليم عن بعد لا بالنسبة للأستاذ ولا بالنسبة للطالب سوف نواصل أعزائي المستمعين الحديث مع الضيوف الكرام و معكم أعزائنا المستمعين بعد هذا الفاصل الغنائي ابقوا معنا مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين أنتم دائما في الاستماع لأثير إذاعة طنجة وحلقة جديدة من برنامجكم منتدى الحوار الذي نبثه لكم عبر الأثير عبر أثير إذاعة طنجة والإذاعة الوطنية ونخصصه للحديث عن التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وجامعة الغد الذي هو شعار المؤتمر الدولي الذي احتضرته مدينة طنجة خلال هذا الشهر أعزائنا المستمعين الآن أرحب بالأستاذ محمد أوشن أستاذ الباحث في علوم التربية واللغات والتواصل بجامعة عبد الملك السعدي أرحب به معنا في هذه الحلقة دكتور محمد أوشن مرحبا بك مرحبا أستاذ أهلا وسهلا مرحبا دكتور محمد أوشن إذن بعد الحديث عن ماهية التعليم الإلكتروني والتجربة المغربية والإشكالات المرتبطة به أو النواقص التي شابت هذه التجربة وأولويات تطوير التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد نقف مع هذا الإشكال المرتبط ببعض الملاحظات التي همت تجربة التعليم عن بعد بالمغرب مباشرة بعد الجائحة أو أثناء الجائحة تم الحديث بكثرة عن سؤال تكافؤ الفرص هل التعليم عن بعد يطرح فعلا إشكالية تكافؤ الفرص أستاذ محمد أوشن أولا شكرا على الاستضافة أستاذ خالد وأنا جد سعيد بمروري عبر هذا البرنامج الشيق مرحبا الحوار اطلب فيك هذا سؤال يعني مرتبط طبعا بالجانب الاخلاقي حقيقه وبالجانب يعني تكافؤ الفرص في مساله
في مسألة ارتباطها بتقييم الطلبة وتقييم الأداء الطلابي أو الأداء المتلقين بصفة عامة، فهو في الحقيقة طرح عدة إشكالات وتحديات. وهذا المؤتمر فعلا خلال هذا المؤتمر تطرقنا البارحة فعلا لهذا الجانب هذا المرتبط بتقييم التقييمات وبوسائل وآليات التقييم للعملية التدريسية والعملية التربوية. فالإشكال المطروح هو أنه هناك نوع من يعني سيكون هناك نوع من التضارب بين يعني الأعراف الجامعية في هذا الجانب، الأعراف التقليدية الكلاسيكية أو الأسلوب الكلاسيكي الأسلوب التقليدي في التقييم وفي يعني الحكم على أداء الطالب، وطبعا الجانب أو الآلية الرقم المرقمنة الآن أو المحوسبة في هذه العملية. فلماذا هناك تضارب؟ لأن الآليات الرقمية تتطلب في حد ذاتها يعني نوع من الملائمة، وبحيث أننا نكون يعني في صدد ضرورة يعني وضع باراديغمات يعني جديدة مرتبطة بالمسألة الرقمنة والتدريس عن بعد. فبالتالي هناك صعوبة يجد الأستاذ الباحث يجد نفسه في نوع من الصعوبة. نعم. في الجانب هذا. نعم أستاذ محمد أوشن، يعني إذا ما عدنا إلى مكاشفة الواقع المغربي المرتبط بتفاعل وعلاقة الطالب مع منصات التعليم عن بعد في جائحة كورونا خلالها، مما تم تسجيله في هذه النقطة هو أن كثير من الطلبة لم يستطيعوا متابعة هذه الدروس، وهنا أتحدث عن الطلبة الذين ينتمون إلى العالم القروي، ونتحدث عن الطلبة الذين يوجدون في مناطق ليست بها تغطية ديال شبكة الاتصالات. ثم كذلك سؤال الإمكانات المادية بالنسبة للطالب، وهذه معطيات موضوعية ربما خارج المنظومة التعليمية الذاتية للتعليم عن بعد، لكنها شروط موضوعية وواقعية تؤثر في هذه العملية كلها. كيف يمكن أن نقارب هذا الواقع من زاوية الأستاذ والباحث والذي يضع جهدا كبيرا في مادته التعليمية في منصات التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني؟ أستاذ خالد، هذه المسألة يعني هي التي يعني للأسف وكأنها هي التي تطغى على السطح، بحيث أن نجد أن هناك نوع من الانطباع السلبية مطبوع يعني مطبوع بالسلبية، بحيث أننا دون أن نكون زعما متشائمين أو من 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 العينة ديال الأساتذة اللي هما مترددين في الأخذ بهذه الوسائل الرقمية في العملية التدريسية. فأنا في نظري هناك تحديات مرتبطة بالجوانب طبعا التقنية والتنظيمية في هذه العملية، لأن الطالب يجد نفسه فعلا في مأزق حين لا يجد يعني الإمكانات التقنية الضرورية لكي يؤدي واجبه يعني أو مهنته كمهنة طالب. في حين نكون أمام الطالب في المدرجات ونكون في الوضع التقليدي الكلاسيكي، تكون هناك الإكراهات التقنية تكون منعدمة، وبالتالي فيكون يعني نوع من يعني من السلاسة، تكون هناك نوع من السلاسة في الأداء التعليمي. فحين ننتقل إلى العالم الرقمي فهناك يعني وخصوصا إحنا كدول، وإن كان إحنا في يعني خلال
يعني ذاك المده ديال الكوفيد لاحظنا بان الاشكال هو دولي عالمي، لان نعم يعني ليست الامكانات كلها متاحه للطلبه في العالم كامل، ليس غير نحن فقط. فانا اظن كاين جانب هذا تقني مهم، ولكن كاين جانب اخر مرتبط بالثقافه ديال الرقمنه في الحقيقه، لان الطالب ليس له توعية، لم يتلقى توعية. دعني في هذه النقطة، لأنك تشير إلى مسألة مهمة. إذا قلنا على أن شباب اليوم، شباب المغربي كما شباب العالم، هو يتفاعل مع التكنولوجيا الرقمية، خاصة تكنولوجيا الهاتف الذكي بشكل سريع، لكنه لا يستثمر كل تطبيقاتها. عنده تليفون يمكن له يكون سمارت، ولكن هو فقط يستعمله من أجل المهاتف والمحادثة فقط. الجانب الآخر ربما ما يعاني منه كثير من الطلبة هو مشكل ديال اللغة. كثير منهم يستعمل الهاتف الذكي أو التابلت مثلا من أجل مثلا الشات باللغة العربية في لغة هجينة أو لغة مركبة، لكن استثمار منصة للتعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد إما باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية طرح عنده إشكالات وصعوبات. هل مشكل اللغة وتملكها سواء اللغة الفرنسية أو الإنجليزية اعتبرت عائقا في تجويد هذه التجربة؟ هذا من دون شك يا أستاذ، هذا يعني مسألة يعني تحصيل حاصل، بحيث أن الطالب هو يعني بطريقة ما الطالب المغربي الآن هو طالب لا يكاد لا يجيد اللغات الحيوية واللغات الأجنبية بشكل يعني يسمح له بالتفاعل مع حتى المضامين التربوية على مستوى الجامعة. فهذا إشكال في حد ذاته، وحين نجد أنه يعني يتعامل مع الوسائل الرقمية بواحد الأسلوب سطحي، فهو ينضاف الإشكال أو يتعمق المشكل، حيث أن الطالب الآن للأسف نجد أن يربط الوسيلة يعني الرقمية كهاتف أو كتابلت أو كبيسي يعني ممارسات لا أخلاقية، مثلا الغش مثلا. وقد رأينا البارحة يعني مجموعة من الدراسات، وهي دراسات يعني دراسات علمية أكاديمية، نكبت على مسألة الغش في هذه ودعني أفتح معك واحد القوس أستاذ الدكتور محمد أشير، ما دمنا أثرنا هذا الجانب الأخلاقي لدى الطالب، لأن فعلا لاحظنا، وهذا ليس للتعميم بطبيعة الحال، لاحظنا أن كثير من التلاميذ مثلا في بعض الامتحانات الإشهادية يبتكرون يا أخي أساليب تكنولوجية ورقمية عجيبة فقط من أجل الغش في الامتحانات، ويعني يمكن أن يخترع دارة إلكترونية بالهاتف إلى غير ذلك ويجتهد ويبتكر من أجل الإبداع في الغش، ويعني وتجد له صعوبة أو يجد لنفسه مبررات كثيرة من أجل عدم الانخراط في التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد. نعم هذا يعني تقييم الحال، هذا هو الحال يعني ينطق بهذا الأمر هذا، بحيث أننا نجد أن الطالب المغربي أو الشاب المغربي يعني يكاد لا يستثمر هاد الوسائل اللي هي في الحقيقة ثورية وحقيقة وسائل يعني جد جد مهمة، ونحن كجيل يعني قديم نوعا ما نحسدهم على هاد الإمكانات اللي عندهم، ولكن للأسف ليس هناك استثمار جيد ولا ناجح لهذه الوسائل، وهذا أمر مشكل يعني يتطلب تربية وتوعية ولا بد منه. لكي أكمل، هناك أولا دراسات، وضع دراسات للوضع الحالي ولطرق يعني كيفية مسايرة هذه الثورة. إذن لابد من دراسات تقييمية عفوا لهذه التجربة.
لا بد يا أستاذ، وإلا فنحن نمضي كأننا نمضي في الظلام، لأن ليس هناك يعني لحد الآن ليست هناك دراسات. ولحسن الحظ أن هناك هذا المؤتمر هذا الذي سلط الضوء حقيقة على مجموعة من النقط لهذه التجربة ولهذه الظرفية المرتبطة بكوفيد إلى آخره. نعم، شكرا جزيلا دكتور محمد أشن على هذه الإضاءة. أبقى معنا وسوف أتحول إلى الأستاذ الدكتور عثمان العلوي، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم والتقنيات بجامعة عبد الملك السعدي، والأستاذ المتخصص في نظم المعلومات الجغرافية. دكتور عثمان العلوي، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ خالد، وكنتواجد معكم بكل فرح، ومن دواعي سروري أنني كنت متواجد معكم في هذا اللقاء. مرحبا بك دكتور عثمان العلوي. إذن الحديث عن التعليم الإلكتروني ومستقبل الجامعة غدا، أكيد لن يمر دون الحديث عن مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي الذي يسير سريعا في العالم، واستثمار هذه التطورات التكنولوجية وإدماجها في عملية التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد في التجربة المغربية أكيد هو ضروري وحتمي، لأن هذه التكنولوجيا تفرض نفسها علينا بشكل سريع وقصري واضطراري. ما هي الفرص التي بين أيدينا الأستاذ الدكتور عثمان العلوي من أجل تطوير منظومة التعليم عن بعد باعتبارها منظومة متكاملة، وأنا أقول منظومة يعني تجاوزا لكل المشاكل والنواقص، وفي أفق استشراف هذه المنظومة التي يمكن أن تكون الأساس للتعليم أو أحد الخيارات الممكنة للتعليم المغربي في جل أطواره، خاصة في طور الجامعي؟ أولا تشكرك كثيرا أستاذ خالد على هذا السؤال، وسؤال فعلا يعتبر سؤال شامل وسؤال كامل، ويندرج يعني بطريقة محورية في لب هذا المؤتمر الدولي اللي كنقوم به، واللي هو بعنوان جامعة الغد. وفعلا كما قلت في السؤال ديالكم، يعني التكنولوجيا، اسمحوا لي أستاذ خالد إذا صح التعبير أن أقول أن التكنولوجيا أصبحت مثلها مثل القانون، وأستطيع أن أقول لا 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 لم يعد أحد يعذر بجهل التكنولوجيا. كما قلت يعني بأن التكنولوجيا هي اللي حولت العالم للمدينة صغيرة، خلقت واحد من نوع التواصل، خلقت أن وأكيد أكيد حتى الأزمة اللي عاشها العالم كله، هذه أزمة كوفيد 19، بينات بأن العالم لا زال محتاج إلى بعضه البعض، وأن هذا الانخراط وهذا الانكباب اللي تكبوا الدول كلهم يعني من أجل إيجاد واحد اللقاح ومن أجل الخروج سويا من هذه المسألة، كيبين يعني بأن التكنولوجيا كتبقى هي ذاك القطار الكبير، لأنه غيمشي بواحد السرعة طبيعة الحال سرعة متطورة أو متسارعة، وأن أي واحد ولا أي شخص اختار أنه ما يركبش في هذا القطار، يعني بأنه اختار أن يكون في الجانب الخطأ للتاريخ. وباش نرجع للسؤال ديالكم أستاذ، يعني كيفية ممكن استغلال هذه التكنولوجيا في التعليم عن بعد؟ نعم. أكيد اتضح بأن في هذه الأزمة كانت التكنولوجيا هي اللي سمحوا لي، يعني مجموعة دراسات تكلمت الأمس تحدثت يعني على تحويل المحنة إلى منحة. نعم. وهذا هو السياسة اللي انخرطنا فيها كاع المغرب كسياسة عمومية على من أعلى طراز، والنموذج التنموي كما قلت يعني وضع التعليم الجامعي ووضع التكنولوجيا كقاطرة للتطوير الاقتصادي الإيكونومي. نعم. يعني هذا كيجعل بأن التكنولوجيا أصبحت شيء لا محيد عنه، أصبحت ضرورة بطبيعة الحال، كما يقال أن التكنولوجيا سيف ذو حدين، وأن انخراطها في التعليم الجامعي وكما قال الأستاذ وشنق مني كتبقى أنها دائما سيف ذو حدين. أكيد. نعم. التكنولوجيا ستساعد في الاستمرارية البيداغوجية، ستساعد في تكوين طلبة منفتحين. نعم. طلبة مواطنين، طلبة يعني يستطيعون الدخول في مجال العمل
بكل سلاسة وبكل سهولة. وبطبيعة الحال هناك أشياء تتعلق بالتقييم، تتعلق بالأخلاقيات. نعم. شكرا جزيلا الأستاذ عثمان العلوي. أكيد نحن أثرنا يعني العديد من هذه النقاط في الحوار الذي أجريناه مع الأستاذ عمر الخلقي والأستاذ دريس لويز والأستاذ محمد أشن، لكن أنا عندي مجموعة من التساؤلات. هل الجامعة المغربية قادرة أن تتطور في هذا السياق في هذه التجربة، علما أننا أمام تكنولوجيا رقمية متطورة؟ نتكلم على مثلا الذكاء الاصطناعي، نتكلم مثلا على الواقع الافتراضي، وهو جميل جدا في تقديم الدروس بطريقة يعني رائعة، وأنتم أستاذي يعني متخصص في المعلومات الجغرافية كذلك. هناك مثلا الحوسبة السحابية، هذا الكلاود كمبيوتر مثلا، هناك يعني المحاكاة يعني الرقمية، هناك يعني أنظمة تقنية وتكنولوجية جد متطورة. هل الجامعة المغربية مستعدة اليوم للدخول في هذا العصر من أجل تطوير التجربة التي خدناها في جائحة كورونا والرقي بها، الدفع قدما نحو خيار التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ليست كحل في حالة أزمة ولكن كخيار في الحالات العادية، على اعتبار أن المجتمع يتطور تقنيا وتكنولوجيا، المجتمع العالمي، ولا يمكننا اليوم أن نقف ثابتين وجامدين أمام هذا التطور. أكيد أكيد أستاذ خالد، وكنشكرك كثيرا على هذا السؤال. فعلا فعلا هذه الأسئلة دائما تتوضع على الأساتذة الجامعيين، بحكم أنهم يعني تبقوا من الخطوط الأولى ديال المغرب وديال التطور. وبطبيعة الحال هذه الأسئلة دائما توضع. مثلا نحيلكم على السؤال الأولي، عندما مثلا بعد دخول اكتشاف المعلومات أو اكتشاف الحاسوب الكل كان يضع السؤال، وهناك دائما أناس يفضلون أن يتخندقوا في الماضي باستعمال آلات طباشير أو صبورة. ولكن مع المدة صدح بأن مثلا الأسد الجامعيين أنهم انفتحوا على التجربة الجديدة، وإدخال داتاشو وإدخال طريقة تعلم أو طريقة تفاعلية جديدة. وبخصوص السؤال ديالكم، فعلا فعلا الجامعة يعني كان طمأن لكم أستاذ خالد بأن الجامعة فعلا في إطار هذه الشراكة يعني ما بين البريفي بوبليك، ما بين الخصوصي وما بين وما بين وما بين وما بين العام، هناك يعني إعادة برمجة مجموعة لي ماستر، مجموعة مسالك تكوين، محاولة إقحام هذه الأمور الجديدة اللي اشرت لها أستاذ خالد فيما يخص مثلا الذكاء الاصطناعي. نعطيكم أنا غير مثال مثلا ديال ديك الانجينيور في الانفورماسيون، كانت هناك إعادة بعد مرور 10 سنوات، صبح بأن هناك مجموعة المواد أكل عليها الدهر وشرب، يجب يعني تطوير، وتم إقحام هذه المفاهيم الجديدة، كمفهوم الذكاء الاصطناعي، كمفهوم بيك داتا يعني المعلومات، معالجة المعلومات بكميات هائلة، تم إقحام مفهوم الحقيقة المعززة اللي شرتوا لها يعني أن كيفية الاستغلال. وكان عندنا الشرف هذا الصباح حضرنا واحد دراسة بحثية، غير باش نطمئنكم أستاذ خالد، يعني في إطار الجامعة الانترناسيونال غابا، تحدثوا على يعني هاد فكرة الميتافيرس أو العالم الافتراضي. كيف يمكن أننا نقحموا هذا العالم الافتراضي ونجعلوه كقاطرة ولا كبادر للتعلم؟ ربما هذا الشيء كيبقى خيالي، ولكن من حقنا، لأن جميع الأشياء اللي حقنا في هذه اللحظة كانت خيال في واحد اللحظة. صحيح. يدخل طالب، وربما التطور التكنولوجي اليوم ورقمي يسير بسرعة كبيرة جدا. تمام. ما كنا يمكن أن نحلم به وأن نعتبره مستحيلا في الثمانينيات من القرن الماضي أصبح محققا اليوم، وما يمكن أن نعتبره مستحيلا اليوم يمكن أن يتحقق بعد 5 سنوات فقط. تماما أستاذ خالد، هذا هو فعلا اللي شار. ويعني وكانت واحد تحدث بأن كيف أن الطلبة كيقدر يختاروا الأساتذة ديالهم، كيف أن الإنسان يقدر يخلق مكعبات، يخلق واحد واقع معزز، وكيقدر مثلا أنه يزور مثلا إذا كان كيقوم مثلا يهتم بالتاريخ الروماني أو لا، عوض أنه يأخذ واحد المادة جافة، واحد المادة بالعكس في هذه اللحظة كيقدر يقتحم واحد العالم افتراضي بارتداء بعض الوسائل كنظارات أو بعض المسائل اللي كتسمح له، وأنه يقدر يقوم بجولة دون أن يتحول المكانه
باختيار باختيار المعلمين ديالو. نعم هذه النقطة بالضبط، لأن هذه نقطة مهمة جدا أستاذ عثمان، وهو أن بعض الطلبة وحتى الأسر المغربية تريد أن يتلقى أبناؤها تكوينا جيدا، وربما هناك بعض الأسماء تكون يعني لامعة في مجالات معينة في علوم معينة، التعليم عن بعد التعليم الإلكتروني ربما يفتح هذه النافذة للانفتاح وللتلاقي والاستفادة من أساتذة وعلماء ليس فقط على المستوى الوطني أو المستوى المحلي فقط، ولكن حتى على المستوى العالمي والمستوى الدولي. ربما هذه نافذة كبرى يمكن أن يفتحها التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. تماما تماما أستاذ خالد، نشكرك جزيلا فعلا إلى تسمح لي هذا المصطلح. نقدر نتكلم ربما في هذه الوقيتة أننا يعني كنا نتكلم على ثورة صناعية 4.0، لما نتحدث عن جامعة 4.0، يعني جامعة تواكب هذا التطور التكنولوجي من جهة، ومن جهة أخرى أستاذ خليل اللي شرته لها هي ضبق قراطات المعلومة. يعني لم تعد المعلومة محتكرة كما يطلع الإبداع، يعني واحد الجامعة اللي ما بقاتش كتتخندق أو كتمترس خالف واحد المعلومة واحد الأستاذ، بالعكس أنها أصبحت واحد الجامعة أنها منفتحة للعالم بأسره، أي طالب في أي مكان في أي زمن يستطيع أن يدخل أي معلومة وأنه يخرج من الإطار كما يقولوا باللغة الإنجليزية thinking out of box، يعني التفكير خارج الصندوق. وهذا هو اللي كينقص الجامعة ديالنا، وهذا هو أكبر مميزات الجامعة اللي مخاطفها 4.0. يعني الجامعة تتمحور أساسا على الإبداع للنوفاسيون، وهذا هو ربما إذن إذا اعتبرنا الجامعة يجب أن تبدع ويجب التفكير يعني بغير نمطية وخارج الصندوق كما ذكرت أستاذ عثمان. يعني أختم معك هذه الحلقة لأن الحديث شجون المواضيع يعني شيقة، ولكن نصل إلى نهاية الحلقة، وأريد أن أختم معك بعناوين كبرى بارزة. ما هي أولويات الاشتغال من أجل تطوير التجربة المغربية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد؟ الأولويات هو أنه يجب يعني في نظر المتواضع وفي التجربة المتواضعة ديالي، يعني هو يجب أولا هو أقول يعني أجب يعني إعادة الاعتبار، نحن هذا المصطلح إعادة الاعتبار للأستاذ كأستاذ. فعلا الجامعة كتبقى منفتحة، كتبقى إنسان حي، كتعيش واحد ديناميكية، هذا كيعني بأنها كاين بعض التجاوزات، كاين بعض الأخلاقيات اللي كتسقط، ولكن هذه كتبقى أشياء يعني هامشية لا يجب ضرب مصداقية الجامعة، ويجب يعني إعادة الاعتبار للأستاذ كقاطرة لهذا التعليم عن بعد. لأن المهم هو إقحام التكنولوجيا، يعني e-learning، يعني كاين وكاين e-learning، يعني وليس إخصاء الأستاذ. تماما لا يجب إخصاء الأستاذ بقدر ما يجب إعادة الاعتبار له، الانفتاح له، ربما الانخراط في بعض التكوينات لبعض، لأن كاين هناك يعني بزاف ديال مجموعة ديال الأجيال يجب إقحام هذا الجيل الجيل الأول، لأنهم مؤسسين آباء مؤسسين، يجب الاستفادة من التجربة ديالهم، ويجب إعطاء الفرصة لإقحام التكنولوجيا مع الحفاظ على أخلاقيات ومع الحفاظ على جامعة كتخلق لنا واحد طالب مواطن، لأن المهندس اليوم هو مواطن الغد. نعم شكرا جزيلا دكتور عثمان العلوي الأستاذ الجامعي بجامعة عبد الملك السعدي على هذه الإضاءة، والشكر موصول لجميع الأساتذة الذين أطروا معنا هذه الحلقة، الأستاذ الدكتور عمر الخرقي رئيس مؤتمر التعليم الإلكتروني وجامعة الغد، الأستاذ الدكتور لويز والدكتور محمد أوشن، وكذلك الأستاذ الدكتور عثمان العلوي. شكرا لكم على جميل المشاركة في هذه الحلقة، أدأتمونا بخصوص موضوع شيق واستراتيجي مغربي من أجل تعزيز التعليم عن بعد كأحد الخيارات الممكنة بل الحتمية التي تفرض علينا التطورات التكنولوجية من أجل الدخول في الحداثة التقنية والحداثة المجتمعية في المستقبل إن شاء الله. مدينة طنجة احتضنت المؤتمر الدولي الأول
للتعليم الإلكتروني وجامعة الغد بحضور ثلة من الأساتذة والدكاترة والمتخصصين، ليس فقط من المواقع الجامعية المغربية ولكن كذلك من مختلف الدول المشاركة في هذا المؤتمر الدولي. نتمنى لكم كامل التوفيق والنجاح والتألق من أجل تأسيس أرضية حقيقية للإقلاع بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالمغرب. وأكيد لدينا من تراكم تجربة ما يؤهلنا لدخول هذا الجيل الجديد وهذا المستقبل بكثير من الطمأنينة، ولكن أكيد يقتضي ذلك تكوينات تدريب وتعزيز هذه التجربة بمبادرات من أجل أن تكون تجربة ناجحة بكل امتياز. شكرا جزيلا لكم ضيوف الأعزاء، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن الإنصات والمتابعة. لكم خالص التحية من عادل المصباحي في الهندسة الصوتية والإخراج المباشر، وهذا خالص طيبات يحييكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.